السؤال الشيخ يسأل يعني في حالة أن أحد الأشخاص دخلت عندهم دابة غنم إلى بيتهم وأرادوا أن يعرفوا ثمنها ليخرجوا ثمنها إلى الفقراء، وفي حالة أن صاحب هذه الدابة رجع ماذا يصنعون؟ هي هذه لابد أن ينظر فيها إلى أصلين مختلفين لأهل العلم في النظر إلى المال المفقود. حينما تأتي مثلا مثل هذه الضالة تأتي إلى الإنسان إلى بيته فهو مخاطب بأحد أمرين، أما المشهور عند علمائنا فإنه لا يحق له أن ينتفع بها، وإن كان لا يحق له أن ينتفع بها فمعنى ذلك أنه ينفقها في الفقراء، وإن أنفقها في الفقراء فلهم قولان: هل هذا يجزيه لأجل التخلص أم أنه إلى أن يأتي صاحبها؟ الذي عليه الفتوى أن هذا إن أنفقها لأجل أن يعطيها الفقراء انتهى الأمر، وليس لصاحبها إن جاء شيء، لأن هذا الإنسان خوطب أن يعني يتخلص من هذا المال، وهو تخلص منه بأسلوب شرعي أن يعطيها الفقراء لأنه لم يجد صاحبها. والرأي الثاني الذي لا يجيز له ذلك أن ينفقها فقراء أو غيرهم، وإنما يقول له أن ينتفع على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: هي لك أو لأخيك أو للذئب، حينما سئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه لا ملكية، أي أنها ملك لك، أو نقول لك أن تنتفع بها. هنا إن انتفع بها على أخذ من هذا الحديث وجاء صاحبها عليه أن يغرم له قيمتها الضمان، فإن كان يأخذ بهذا الأصل يلزمه أن يعطي صاحبها قيمتها. أما إن كان على الأصل الأول فالفتوى على أنه إن يئس من أن يجد صاحبها فله أن يعطيها الفقراء، لكن لا يعطيهم إياها تصدقا وإنما يعطيهم إياها تخلصا. إن أعطاهم إياها تصدقا فهو لا يحق له أن يتصدق بغير ماله، ومعنى هذا أنه يلزمه أن يضمنها. إن أعطاها إياهم تخلصا فهنا لا حرج، تخلص منها بأسلوب شرعي لأنه غير ملزم شرعا بأن يرعاها وأن يبقيها عنده، لذلك تكاليف عنده، وعلى هذا يجزيه ولا يلزمه أن يعطي صاحبها شيئا. زين الشيخ، الآن إذا كان هو يضمنها مثلا يدفع قيمتها مثلا في وقت اللي لاقنها يمكن كان أسعارها غالية، بعد فترة مثلا رخصا لما جاء صاحبها نصف القيمة مثلا، فهنا الضمان على أي وقت؟ لكن هو الآن وجد هذه الضالة، هذا الغنم وجده، وجدها نعم الغنم، فهل هو أخذها لأجل أن ينتفع بها أم أنه أخذها لأجل أن يعطيها الفقراء أن يتخلص منها؟ لا، أنا قضية أنه هو لما يكون ضامن على صفحة ضامن لها مثلا ما عرف به وما وجد صاحب، بعدين وجد الصاحب هذا صحيح. حينما يلزمه الضمان؟ ايوه. في وقت التخلص، متى تخلص منها؟ وقت التخلص يعني قيمتها اذا لوقت التخلص، لما وقت يعني لما وجدها، مع ان فتره ذاك الضمان فتره ذيك في فتره قاس ويطعمها هي امانه في يدي. هي امانه في يدي. نعم. ومن حقي. نعم. من حقي حينما مثلا لو انه حفظها. نعم. وتسببت هذه في انه يعطيها اكلا ونحو ذلك. نعم. وجاء صاحبها. نعم. يصح له ان يلزمه به بالنفقة بالإنفاق عليها. وإن هو أخذ بظاهر الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب وانتفع بها، في وقت الانتفاع تقدر قيمتها. نعم. ويحفظها. إن جاء صاحبها أرضاه. نعم. وإن لم يأتي صاحبها فلا حرج. هنالك رأي فقهي يقول، هو عند غير علمائنا، يقول إنه يمكنه أن يتصدق بها عن صاحبه، أن يعطي الفقراء قيمتها وينوي به عن صاحبها. حقيقة هذا الرأي يعني عسير، قد يكون صاحب ولا يريد أن يتصدق، وقد يكون مشرك صاحب لأنه مسلم. على هذا على أمر يعني الأمر الثاني يعني الدرجات والحسنات في الشريعة ليست بالأماني، إنما الأعمال بالنيات، كيف يؤجر على عمل لم ينوي ولم يرد؟ هذا يؤدي بالناس إلى التوان. إيه، هذا حال كثيرين الآن، يعني يبقى في حياته هكذا لا يمكن، لا يتصدق لا يفعل، وبعد ذلك بعد وفاته يقول لك لا سيتصدق عني أولادي سيجمع عني أصدقائي، هذا مدعاة إلى الزواج في الحقيقة، ومدعاة إلى أن الإنسان يؤخر أعمال الخير. يعني هناك ملحظ، إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الآن لا أحفظ أنه أوصى بعد وفاته بشيء. نعم. قبل وفاته سأل عائشة بأيام، سأل عائشة رضي الله عنها ما فعل الذهب؟ الذهب يعني أوتي إليه
فجاءت به فقال انه ماذا اقول لربي ان وجدت هذا الذهب معي. انا اعني انفاقك في الحياه اعجب واعظم من انك تترك الى ما بعد الموت. نعم توصيه الاقربين بها نص شرعي خاص بها، لكن ما عدا ذلك الان الذي يوصي لي كذا ويؤذي اعطيهم في حياتك. نعم تكسب الان يعني باتفاق تنال الاجر، فكيف انت تؤخره الى ما بعد الموت؟ هذه اشكاليه حتى في الفهم معنا. يعني نحن نقول احنا انا خليني في حياتي افضل ممكن اسوي الاعمال بدل لا اوصي فلان، هذا فلان الذي اوصيه هل سينفذ او لن ينفذ؟ هذه قضيه اخرى بنفسها، يعني حقيقه مشكله. والتواكل مشكله، الشريعه ما جاءت بالتواكل اطلاقا، الشريعه اياتها وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بها. ممكن من باب استمراريه الفضل، يعني مثل يموت ابن ادم ينقطع عنه ثلاث من ضمنها يعني الصدقه. حتى هذه إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، والصدقة إذا لم ينويها هو ما يعطى أجرها. إيش معناها؟ أنا الآن صدقة جارية أي أني أنا بنفسي سويتها في حياتي. أنا هذه الأموال موجودة عندي وأقمت بها أصل من الأصول لأجل أن يدر يعني منفعة مستمرة على الناس، فيتواصل الأجر لي أنا بتواصل منفعة أنا سويتها في الواقع. والولد الصالح هو رباه غالبا، هو السبب في نشأته، والعلم الذي ينتفع به هو الذي نشره، هو الذي كتبه، هو الذي علم الآخرين. أما أنا أموت أنا كذا، مجرد أن الآن يعني أنا ما مسوي أعمال خيرة وأنا شحيح بالمال، وبعد الوفاة يعني تصور دكتور عبد الله يعني جاءت قضية يريد يحرم الورثة، يعني ترك هذا الإنسان أكثر من 60,000 ريال، راح وتبرع بجميع الثلث لمسجد. سبحان الله. 20,000 ولو أتيح له إنه يتبرع بأكثر يتبرع. ورثته ما أعطاهم لا 100 بيسة. سبحان الله. إشكالية كبيرة. ما يصح، هناك موازنة، مجرد خلاف بينهم لا ما يجوز هذا. فجاءت الفتوى إنه هذا الوصية في حدود الثلث. يعني رأي مشهور في المذهب. وقيل يدخل على وصية، وقيل يدخلون مهما أهملوا في المدارج على وصية بها ينتفلوا فيأخذون ثلثيها والثلث لمن له أوصي نفلا في الثالث. بمعنى أنه شخص أوصى لمسجد مثلا هذا شخص 20,000 ولنفرض أنها الثلث، وقارب اللي هم ورد النص الشرعي بهم ما أوصاهم بشيء. المشهور معنى موجود رأي آخر، مشهور معنى أنه الأقارب يأخذون ثلثي هذا الثلث. وأن الذي أوصى إليه منتفلا يعطى ثلث هذا الثلث اللي قلنا. سبحان الله، لأنه مهما كان موازناتها قضية العبادة ليست بالعاطفة بقدر ما أنها شيء منصوص عليه. للشيخ هذا الذي دخلت معه الدابة هل له أن يخرجها ويتخلص منها كذا ويخرج من الضمان؟ هو هنا ندخل في قضية أخرى، يعني إذا جئنا إلى ضالة الإبل، قال ما لك وما لها، ترك هذه نفسها من ضالة الغالب. هنا ننظر إلى أشياء كانت سترجع وتعرفها أنها سترجع وكذا، أي ماشي إشكال، لكن إذا كان الإنسان يعرف أنه يلحقها سوء، أنا مخاطب أن أحفظ أموالي ومخاطب أيضا أن أحفظ أموال أخي في الشارع، ما يمكن أنا أعرض أموال الآخرين للتلف إلا إذا كانت تلحقني مضرة أكبر ومفسدة أكبر فعلا أنا أريد. لكن شيء من الناس مثلا يدخلك محاكم وكذا، لا انت ايضا ما مخاطب ويدخل على نفسي، يعني هو رافض بنفسه ايش انا اسوي؟ واضح؟ اي لكنه ما دامت القضيه ممكن احفظ اموال اخي وكذا، هذه يعني من الامانه تعتبر، يمكن يتهم شيء دي امانه. لا اذا كانت هنالك مفاسد اكبر تترتب له، هذه قضيه اخرى، اذا ماشي مفاسد اكبر تترتب كان الاصل انه مخاطب. يعني امانات المراه هذه تعد امانه. زين شيخ، مسألة في الصدقة للميت بعد وفاته، يعني ينتشر كثير من أهالي الميت يتبرع للميت، سواء الآن ينتشر حفر آبار بناء مساجد، هل تصل للميت؟ إهداء الثواب للأموات يعني قضية مفوتة في الفقه الإسلامي وفيها الخلاف، لكن نفسي لا تطمئن إلى أن الإنسان بعد وفاته لا ينال شيء إلا شيء النوى، لأن كان ولدا الشرع استثنى النمو، أما ما عدا ذلك فلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهنالك إنما الأعمال بالنيات،
إذا هذا إذا كان أنا عملي أنا وما ناولنه لا أجر عليه، فكيف عمل غيري؟ لأن كيف ينفعني أنا؟ هذه أبواب التواكل وأبواب كذا والعاطفة حقيقة. أنا لا أدري يعني، الرأي موجود الرأي الآخر، لكن ما وجدت لها في الشرع ولا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تعاملي ولا في القرآن. هذا ظاهر القرآن وإهداء الثواب في قراءة القرآن، إهداء الثواب في الصدقات كذا، إلى ما تبنو آدم انقطع عمل خلاص أجل عمله، معناه إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هو أجراها، فعمله أصلا يعني ما محتاج حتى يتبعه، ولكن المقصود أنه يتواصل لأجل ليش؟ لأنه ينتفع الناس بها. الأمر الثاني علم ينتفع به، هو ترى كتبه، هو قرأ وألف ونشر وعلم، ولد صالح يدعو له كما في الحديث الآخر، يعني ابن الرجل من كسب أبيه، علمه رباه كذا فيدعو له. ولذلك هذه الأحاديث اللي هي حديث النيابة في الحج هي واضحة أنه أولاد على أباه لا أكثر، تتسخ الأدلة الشرعية. ما أخذنا من جانب هذه نظرتي، وكانت مسألة يعني مختلف فيها كثيرا، لكنه حقيقة هذا باب التواكل بالإسلام. هي ما تستنطق القرآن أو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها ما تجده هذا الانفتاح الذي عليه كثير من الناس بسبب العاطفة. بسبب في أحيان يكون أشخاص، نسأل الله العافية، يكون بعض الأشخاص يعني في حياتهم غير مقيمين على الطاعة، والعاطفة يحسن إلى فلان وفلان. أي نعم ما شيء إشكال، هذا الإنسان كما قلت نتصدق عنه شيء ونجمع من أصدقاء، مش حقيقة مش يعني الشيخ من حفر بصدقة مع الحبيب، هل يعتبر صدقة؟ بإذن الله يتصدق الإنسان عن أبيه بنصوص الأدلة الشرعية، لكن قال تصدق عشان يعني حينما جاء في الحديث لا إشكال، وهي جارية كما قلت على القاعدة لأن الأولاد، وهي في الغالب حث للأولاد على أن يبروا أباهم، يعني القضية تدور في هذا الملك. أنا أستأذن.